يوم بيوم الوقع. أكيد هذا العنوان أثار فضولكم، لأن المتداول هو يوما بيوم بدر، واللي قالها يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، على أساس أنه أخذ بثار أجداده معركة بدر. المهم، تعالوا نسولف لكم سالفة بعيدة بس مرتبطة بهالموضوع. في السنة الثالثة للهجرة وبتاريخ 8 شوال، كان من المفترض أن تحدث معركة كبرى بين المسلمين والمشركين بعد يوم واحد من معركة أحد، واللي انعرفت بمعركة حمراء الأسد أو الوقعة، واللي قاد بها جيش المشركين منه أبو سفيان. أبو سفيان فكر أنه يقضي على ما تبقى من المسلمين اللي انهزموا بأحد بسبب عدم التزامهم بأوامر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وحصل اللي حصل في 7 شوال. في 8 شوال جمع أبو سفيان جيشه، وكان معتمد على عنصر المباغتة، وراهن على النصر لأن أغلب جيش المسلمين ما بين مصاب وجريح. وهنا حصل اللي قلب كل الموازين، بقرار واحد من الرسول صلى الله عليه وآله أفشل مخططات أبو سفيان بتعيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قائد للمعركة، ومعلنا عن استعداده للمواجهة، وتوجه لمقابلة جيش المشركين في منطقة الواقعة اللي تبعد 4 ميل عن المدينة المنورة. وقبل وصول جيش المسلمين كان جيش المشركين قد هربوا من المواجهة بعد أن سمع أن الإمام علي عليه السلام هو قائد المعركة. هاي العقدة من الإمام علي عليه السلام ظلت تحرك النوايا سنين طويلة، وهي نفسها اللي قادت معاوية بن أبي سفيان لاغتصاب الخلافة من الإمام الحسن عليه السلام، وبعدها كمل ابنه يزيد لقتل الإمام الحسين عليه السلام اللي رفض مبايعته. وقبل 100 عام وبنفس تاريخ معركة الوقعة 8 شوال، عاود أحفادهم الوهابية لارتكاب مجزرة أخرى بالمسلمين وهدم قبور الأئمة عليهم السلام والصحابة في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة، ولسان حالهم يقول يوم بيوم الوقعة.